مباشرة في انطلاق وتحدي الختام الصباحي. بينما نذكر الجميع ستكون إن شاء الله في انطلاقة المساء في هذه الليلة، ستكون في الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الثنايا. نتمنى للجميع دائما متابعة شيقة في كل مراحل سباقنا وكل تحديات أشواط الفترات سواء الصباحية أو المسائية أمام دبي ريسينج. عودة إلى مسار هذا الشوط الذي ينطلق الخاص بالمهاجرات الأصايل، وهو شوط مشاهدي الكرام مخصص للجعادين، لينطلق في شوط ختام انطلاقات هذا الصباح المثمر والصباح الجميل والمنعش بالفعل في ميدان المرموم في هذه اللحظات إلى المركز الأول. وصل في المركز الأول هجام، يحتل المركز الأول مكتوم بالنواب بن نوح البلوشي على صدارة هذا الشوط، وينطلق إلى المسار. بينما إلى المركز الثاني، نقل إلى المركز الثاني، النجد يحتل المركز الثاني أيها الحول الكريم. علي بن نايع بن محمد الكعبي يحتل المركز الثاني. أما المركز الثالث هناك تواصل وانطلاق من شاهين محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، وصل خذ المركز الثالث في هذه اللحظة. بينما المركز الرابع هنا غازي أحمد بن غانم بن علي المنصوري يحتل المركز الرابع مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات وفي هذه الانتقالة المباشرة. بينما نحن نسير إلى المركز الخامس لنشاهد الوصلاوي يحتل المركز الخامس، في هذه الانطلاقة. بينما المركز السادس عموما على كل حال يا حول الكريم مشاهدينا الاعزاء، نسير الى المركز السادس. المركز السادس هناك تقدم من مزاح محمد بن سليم بن سالم العفاري يحتل المركز السادس. والمركز السابع، شاهين محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي ياتينا على سابع المراكز. اما المركز الثامن اللي وصل من خلاله مشعل لناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي يحتل المركز الثامن أيها الحبيب الكريم. والمركز التاسع، رياض محمد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري. بينما المركز العاشر يصل مبلش لمحمد بن سهيل بن خيرات العامري ليحتل المركز العاشر في هذه الانطلاقة. هكذا أيها الحبيب الكريم مشاهدينا الأعزاء كانت نتيجة هذا الشوط الحاضرة بهذه الانطلاقات وهذه التحديات. بينما نحن نسير مع حضراتكم لنتابع ونواجه البداية المستمرة في هذا الانطلاق وهذا التواصل الجميل. والبداية ما شاء الله تبارك الله على خط البداية يأتينا مشاهدينا الأعزاء هذه اللحظات من خلال التواصل المثير والتواصل الخطير في هذا الشوط. عودة إلى البداية وعودة إلى شعار المالكي الذي يتقدم في هذه اللحظات وحل على المركز الأول ليتقدم ويقدم لنا شاهين على بداية هذا الشوط. بينما المركز الثاني هجام يحتل المركز الثاني، تعود ملكيته مكتوم بالنواب بن نوح البلوشي يحتل المركز الثاني. أسير إذن أيها الحبيب الكريم مشاهدينا الأعزاء إلى مسار الشوط ونسير إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. يأتي نجد علي بن نايع بن محمد الكعبي يحتل المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع وصلنا مزاح محمد بن سليم بن سالم العفاري في المركز الرابع. والمركز الخامس هنا غازي أحمد بن غانم بن علي المنصوري يحتل المركز الخامس أيها الحبل الكريم. بينما الوصلاوي في المركز السادس في هذه الانطلاقة. بينما المركز السابع مشعل ناصر بن سعيد بن محسن
الفلاحي ياتينا ويحتل المركز السابع ايها الحبل الكريم، اما المركز الثامن لانتقال عشان شعار بن محيروم محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي، وياتي شاهين في هذا التحدي ليحتل هذا الموقع المركز الثامن، بينما المركز التاسع مبلش محمد بن سهيل بن خيرات العامري ياتينا ويحتل المركز التاسع في هذه الانطلاقه، بينما المركز العاشر ياتي سهيل بن مرخان هنا ليتقدم ويقدم لنا الرصاصي في هذا الانطلاق. عودة أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء إلى مسار هذا الشوط، عودة إلى تحديات هذه المرحلة الأخيرة من سباق هذا الصباح بعدما تجاوزنا لائحة 4 كيلومترات في تحدي ثنائي خطير على هذا الشوط، في تحدي ثنائي خطير يحمل هذه الأسماء وهذه الشعارات في تكملة أشواط هذا الصباح، ولكن لا زالت البداية شاهينية على المركز الأول محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، لا يزال هو من يفرض السيطرة ويسير نحو تقدم هذا الشوط، بينما المركز الثاني يأتي هجام هناك في المركز الثاني مكتوم بن نواب بن نوح البلوشي يحتل ثاني المراكز في هذه الانطلاقة. إذا ثنائية على الشوط أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء، وثنائية جميلة، ثنائية يعني تعطيك القمة هلولة لمعنويات هذا الشوط المرتفعة تماما، بينما نسير ونبحر ونتابع ثالث المراكز ونشوف هذه المسافة الطويلة بين المركز الثاني حتى المركز الثالث، هذا الفارق الشاسع وهذا الفارق الكبير. مزاح وصل محمد بن سليم بالسلمي العفاري يحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع نشوف الوصول المركز الرابع احمد بن غانم بن علي المنصوري، يلا يا غازي، قدم غازي في هذه الانطلاقه وغزا غازي نحو الناموس. اما المركز الخامس نجد علي بن نايع بن محمد الكعبي يحتل المركز الخامس، بينما المركز السادس مبلش محمد بن سهيل بن خيرات العامري يحتل المركز السادس، والمركز السابع هنا يصل مشعل لناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي يحتل المركز السابع، والمركز الثامن بن محيروم هناك ياتي مع شاهين محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي، والمركز التاسع تقدم في هذه اللحظات ايها الحبل الكريم اللي هو بارود تركي بن عوض الله بن غلاب السواق، اما المركز العاشر ياتينا سهيل بن مبارك بن مرخان ليقدم الرصاصي في هذا المنطلق وهذا المعترك الخطير. هذه الأسماء العشرة الأولى مشاهدينا الكرام انطلقت وسارت في تحديات شوط كبير وشوط يعني مميز، شوط خطير يحمل أسماء وتحديات كل المشاركين، ولكن نسير إلى البداية هدوء مبكر على هذا الشوط، هدوء مبكر وترقب مثير لمجريات هذا الشوط مع هذا الثنائي الجميل، هذا الثنائي المبهج اللي على الصدارة بين شاهين وكذلك بين هجام. شاهين وهجام لا زالوا في المراكز الأولى بالتنافس الكبير والتنافس المثير والخطير، لا يزال محمد بن سلطان المالكي يحتل هذه الصدارة، بينما هناك متابعة من هجام يحتل المركز الثاني، مكتوم بن نواب بن نوح البلوشي يحتل المركز الثاني، هذه ثنائية يعني على صدارة هذا الشوط، لكن خذوا فاصل مريح، لكنهم يعني في النهاية أكيد بيعودون إلى نشاطهم المعهود والملموس من بداية هذا الشوط. إذا 6 كيلومتر تنتهي مشاهدينا الكرام، ولائحة بوابة العبور في هذه اللحظات تسير وتشير إلى أن خلاص دخلنا في أجواء 2 كيلومتر الأخيرة والمثيرة، ولا تزال الأمور مشاهدي الكرام ثنائية على الشوط بقيادة الاثنين اللي أمامكم يسيرون بمستوى واحد وتحدي واحد حتى هذه اللحظات. المركز الثالث نشوف القادم هناك في المركز الثالث، مزاح محمد بن سليم بالسلمي العفاري يحتل المركز الثالث، والمركز الرابع يحتل هذه اللحظات المركز الرابع يلا
الله يا بن خيرات، محمد بن سهيل بن خيرات العامري وصل مع وجود مبلش في هذا الموقع والمركز الرابع، بينما المركز الخامس هذا اللي بدأ الآن يهجم، اللي بدأ يهجم بارود بارود، يشعل البارود يشعل البارود، تركي بن عوض الله بن غلاب الصوات يحتل المركز الخامس والمركز السادس، هناك الرصاصي سهيل بن مبارك بن مرخان وصل الرصاصي لسهيل بن مبارك ومرخان الاجتبي في المركز السادس حفلنا الكريم، والمركز السابع ناصر بن سعيد ومحسن الفلاحي يقدم لنا مشعل، هذه النتيجة حتى هذه اللحظات، لكن هناك معاكم في البداية الله مكتوم بن نواب بن نوح، يلا يا هجام يلا يا هجام، اسم عملاق اسم كبير اسم كبير في هذه الرياضة في هذا العالم المميز، هذا العالم ليس الساحر ولكنه عالم بالفعل مليء بالمفاجآت مليء بالنشاط مليء بالاقتصاد مليء بالكل ما هو جميل وهو تحدي، وكذلك مليء بالدائرة الاقتصادية الكبيرة والجدوى الاقتصادية الكبيرة اللي يقدمونها الملاك والمضمرين، عودة إلى بداية الشوط، لكن أشوف هجام، لكن هناك من هجم على هجام، مزاح 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 مزاح، انتقل مباشرة إلى المركز الأول محمد بن سليم العفاري، انتقل مشاهدين الكرام في صدارة هذا الشوط، ولكن الله يا بارود الله يا بارود الله يا بارود، انطلق الى المركز الاول تركي بن عوض الله بن غلاب الصوات، تركي بن عوض الله بن غلاب الصوات العتيبي انتقل مباشرة الى المركز الاول وفوز ونشاط ختامي في هذه الانطلاقة الجميلة، خلاص ابعد ابعد عن الجميع ابعد عن الجميع، بارود اشتعل في نهاية الشوط لكنها صاب الهدف وهو الهدف المركز الاول، الهدف المنشود الهدف المنشود هو صدارة هذا الشوط، وبالفعل تصدر في الامتار الاخير في اللحظات الأخيرة، انتزع المركز الأول ليسجل لنفسه حضور مع الحاضرين، ليسجل نفسه حضور مع هال الهجن دائما في كل المشاركات وكل التحديات مع الصغار ومع الكبار، ولكن مع الكبار يتألق في هذه الفترة الصباحية ليسجل النقطة الختامية في هذا اليوم، ويكون سعيد الحظ بانطلاقة وتحدي من خلال تواجد بارود، من خلال تحدي وتواجد بارود واللحظات الأخيرة، حذاري يلا يا صوات تحرك تحرك، وصل بن خيرات وصل مبلش وصل مبلش مبلش، اللحظة الأخيرة اللحظة الأخيرة بين مبلش بين مبلش وبارود بارود ومبلش، اللحظة الأخيرة لكن خلاص بارود مشاهدينا إلا عزاز سار إلى الطريق الصحيح ليفوز تركي عوض الله بن غلاب الصوات، سلام للمملكة السلام، مبلش في المركز الثاني، محمد حسين بن خيرات العامري احتل المركز الثاني في هذا اللقاء، بينما المركز الثالث كان مزاح محمد بن سليم العفاري، والمركز الرابع المركز الرابع هناك وصول من أمر الهلال بن عبد الله بن جمعة، والمركز الخامس ياتي رياض محمد بن ناصر بن حباب يحتل المركز الخامس، هكذا أيها الحب الكريم مشاهدينا الأعزاء كانت النتيجة لهذا الشوط كاملة مكملة، نعود إلى التوقيت الزمني وإلى لحظات الوصول في ختام انطلاقات هذا الشوط، ونتابع البداية الأولى للحظات الوصول، وكان بارود في انطلاقة الأخيرة تانينا والناموس 13 دقيقة 33 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية، تانينا والناموس لتركي بن عوض الله بن غلاب الصواط العتيبي، وصباح الخير يا للمملكة وحيث ما يسكن هذا الشاب على هذا الناموس المميز، المركز الثاني مبلش محمد بن سهيل بن خيرات عامري 13 دقيقة 33 ثانية وستة أجزاء من الثانية، تانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار الجميل كذلك في هذه الانطلاقة، أما المركز الثالث حضر مزاح محمد بن سليم السلمي العفاري حيث استطاع أن يقدم حضوره في هذه الانطلاقة ويسجل ثالث المراكز ويأتي بناموس كذلك مميز في هذا التحدي وهذه لحظات الوصول الأخيرة بالنسبة لانطلاق